المرة 111 في تاريخ المواجهات بين الوداد البيضاوي والرجاء الرياضي. وجاءت اللحظة التاريخية، اللحظة المؤثرة، لحظة رفع التيفو الخاص بنادي الرجاء الرياضي وكذلك الوداد البيضاوي هنا في لقطة معبرة، في لقطة جميلة جدا بألوان خضراء بيضاء من أنصار الجرين بويز والإلترا إيجلز. هنا لحظة مؤثرة، أندورو والعرب من المحيط إلى الخليج، هذا هو الشعب الخضراء تحت لواء الجرين بويز، وهذا هو الشعب الحمراء تحت لواء الوينيرز. كل المغاربة من طنجة العالية للقويرة العزيزة يفتخر أمام العالم بلمسة الفنان الرجاوي وببصمة المبدع الودادي. شكرا جرين بويز، شكرا الويلرز، تبدعون وتعطون دروس في الإبداع والتشجيع. هنا لقطة جميلة للمرحوم زكريا الزروالي، لحظة مؤثرة جدا والتفاتة رائعة من أنصار الرجاء الرياضي للمرحوم زكريا الزروالي الذي أعطى الشيء الكثير لنادي الرجاء الرياضي. وهنا نظرة للجهة الأخرى الخاصة بأنصار الوينيرز، لمسة الفنان حاضرة اليوم، لمسة المبدع من الوينيرز حاضرة لتأتيت هذا الفضاء الجميل. ولكن اللحظة المؤثرة هي صورة زكريا الزروالي استحضارا لروحي الفقيد والاسم الذي أعطى الشيء الكثير، الاسم الذي فارق الحياة في شهر أكتوبر الماضي. واليوم نستحضر هذا الاسم كما يستحضر جمهور الخضراء والشعب الخضراء من درب السلطان للدرب الكبير والبرنوسي وسبيتا معاقل الرجاء الرياضي، ممثل اليوم في الجهة الخاصة بالخضراء. وقلنا وكررناها، نقول رحمك الله يا زروالي، وأكيد لن ننساك بأدائك وعطائك وكذلك أخلاقك العالية والعالية جدا. وأكيد أكيد صورة ذكرتنا بذلك التيفو الرائع لأنصار الوداد البيضاوي عندما استحضر روح الفقيد يوسف بالخوشة الذي سقط. هنا كانت النهاية بمركب محمد الخامس، واليوم نتذكر زكريا الزروالي وأكيد